ليس فقط على الساحة الأوروبية، ولكن أيضا الاهتمام الذي توليه النرويج لقضايا منطقة الشرق الأوسط، الدور الذي لعبته في تقريب وجهات النظر بين القيادة الفلسطينية والإسرائيلية، وما تم التوصل إليه من اتفاقات، وتستمر النرويج في أن تنتهج سياسة متزنة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام على المستوى الإقليمي والدولي. ولنا علاقة ثنائية وثيقة في السياسية واقتصادية. الشركات النرويجية مهتمة بزيادة تواجدها واستثماراتها في مصر، تقديرا لما حققته مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي ووجود عوائد مجزية لهذه الشركات، ونستفيد من خبرتها ومن قدرتها ومن أدائها في دعم المجالات ذات الأهمية بالنسبة لمصر، خاصة في إطار الطاقة الجديدة المتجددة، تحلية المياه، وأيضا الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر. كان هناك فرصة في مجلس الوزراء أن تشهد الوزيرة التوقيع على عدد من العقود، ونتطلع أن تزيد مجالات التعاون الاقتصادي مع النرويج خلال الفترة القادمة. برحب بالوزيرة مرة أخرى وأعطيها الكلمة. تفضلي. معالي الوزير، السادة الحضور، هذه أول زيارة لي لمصر كوزيرة للخارجية. أود أن أشكركم على حسن ضيافتكم. اليوم تحدثت مع وزير الخارجية المصري وناقشنا عدة مواضيع، منها مؤتمر كوب 27، وأيضا أمور اقتصادية أخرى، وأيضا ناقشنا الموضوع الخاص بأوكرانيا والأمور الخاصة بحقوق الإنسان. اليوم وقعنا عدة اتفاقيات بين الحكومة المصرية والشركات النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة. مملكة النرويج على الرغم من أنها في شمال أوروبا، فإنها تولي اهتماما كبيرة بهذه المنطقة من العالم. وفي هذا السياق قمت بزيارة فلسطين إسرائيل، وتحدثنا عن حل الدولتين والموضوع الخاص باللاجئين، ونحن نقدر جهود الحكومة المصرية في الموضوع الخاص بفلسطين وإسرائيل وجهودها لدعم وقف إطلاق النار. ودعوني أثني على مصر في إطار استضافتها لمؤتمر البيئة كوب 27 الذي سينعقد في مصر هذا العام، ونحن نتطلع لنجاح هذا المؤتمر. Please.